قامت ظهر اليوم وزيرة الصحة العامة أنغربتنا كارميل لاسوكات برفقة وزير المالية والميزانية كريستيان جورج بزيارة تفقدية للإدارة العامة للجمارك، وذلك بهدف الوقوف على مصادرة كميات كبيرة من الأدوية الطبية المستوردة بطرق غير قانونية. تقرير إشراق عبد الله رحمة. كانت الإدارة العامة للجمارك من مصادرة كميات كبيرة من الأدوية الطبية المستوردة بطريقة غير قانونية في إحدى المنازل. تقدر هذه الأدوية الطبية 850 كرتونة تحتوي على أنواع من الأدوية الطبية بعضها مغشوش. بحسب المسؤولين وبهدف معرفة حقيقة هذه الأدوية، قامت وزيرة الصحة العامة السيدة أنغربتنا كارميل سوكات برفقة نظيرها في وزارة المالية كريستين جورج بزيارة تفقدية لتلك الأدوية المصادرة من قبل الإدارة العامة للجمارك برفقة المدير العام لإدارة الجمارك وضباط قوات الجمارك وبعض المسؤولين. وقد عبرت وزيرة الصحة أنغربتنا سوكات عن أسفها من هذه العملية التي تضر بصحة العامة للمواطنين، مطالبة للجهات المعنية بمقاضاتهم، شاكرة رجال الجمارك على جهودهم المخلصة. دكتور إلى لبتن وسوى لبتن كثير ده ليش اندبس من هسا جاي نسمو قال واي كي جاي في كسري البداوي كي هو ألاوة إداوي كله كي مرض ده سيوا ده نسالوك أنتو ناس برس دول كلموا لناس ما إشان جاي نهازوكو والجاي نودرو ده هسا الشالو اليوم ده كان شوفتو ده أجب وخلينا نقوفو هنيك وشكرا بطن لي سيرفيس دو دوان من كدمي الصودا ده بس ندورو لي قدام كله نوديم كان بخانم ده في كوروتورو بس ناس دول ده. من جانبه وزير المالية والميزانية كريستيان جورج شكر الإدارة العامة للجمارك داعيا المواطنين على مساعدة رجال الجمارك للقيام بواجبهم الوطني.